سيدي عالية عالية. لك حبيبي هي مظلة لو تفتح لما تفتح تفتح انت عايش. سيدي اذا ما انفتحت اذا ما انفتحت. ميت انت حبيبي. ها؟ اخذت مو ميت قلت لك وحدك بس ولا تنقذك. وين يلحق يقفز وراي ابو هو ذول صاروا نقاط. لك بابا اقفز انت قد وجه مقفز شنو تخاف؟ سيدي خلي اكو منا عليمنا قفزوا عليمنا وعلي سربيبان قفزوا منها. شباب من جاهز القفز انا خواف تعال قفز يرمي. مصطفى قفز. خليك يقفز. ظلي لح. سنايبر جاهز القفز؟ بل... نعم جاهز. حفزني منا قفز بس حفزني اوكي؟ منا؟ من عمليات الا جوال كيف تسمعني؟ اسمعك عالي واضح بدون اشارة. شنو الخبر اللي اذا صار جنود تخاف تقفز؟ سيدي لا جاي يقفز جاي يقفز. سنايبر جاهز؟ مساعد. واحد اثنين ثلاثة. اركض قفز عاش يلا فقار اقفز يلا دوري سيدي واحد اثنين ثلاثة يلا اقفز ما اقدر سيدي تقفز يونس تقفز يونس بس اشوفها عالية يونس اقفز انت قبلي يلا يونس واحد اثنين ثلاثة اقفز يا اقفز سيدي يلا اقفز عافية اقفز وات عاش هذا فات وقع والله سمعت عاط بس لا وقعوا ماتوا. وات؟ تعال جندي مصطفى تعال جندي مصطفى. والله قفزوا ابطال. تعال جندي مصطفى اقفز اقفز. مصطفى اقفز منا. اقفز يلا اقفز بنقفز عافية. جندي مصطفى اقفز سيدي. يلا اقفز مني اقفز. سيدي ايش قد حلو المنظر فقار ايش قد حلو المنظر تعال اقفز. لك خايف والله اذا اقفز بس خايف. لك تعال تعال. والله قفزوا قفزوا. يلا ايهم جاهز؟ مقدم سنان جاهز؟ مقدم سنان جاهز؟ جاهز 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 مقدم سنان يلا لك عاش مقدم سنان جاهز انا بس مو مثلك اخاف يلا اقفز يلا اقفز اقفز يلا واحد اثنين لا دادة لا شيء اسمعك اسمعك لك تعال المنظر يخبل وربي لك شايفك ذاك انت لك تعال تعال جايكم جايكم لا 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 تسمعني سيدي والله اقفز 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 والله مكاني وسند سلاحك ابني سلاحك ولا ضايق اقفز ولك قداوي شلون منظر هذا يخبط سيدي جاهز واحد اثنين يلا حبيبي يلا اقفز ثلاثة راح اقفز سيدي واحد اثنين ثلاثة واحد سيدي احسب للعشرة احسب للعشرة يا للعشرة بالعشرة رايح العب اليوم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر سيد اقفز قدامي خلي هذا يقفز قدامي اقفز قدامك هذا منو منو هذا وات هذا منو قفز احمد اقفز من الباب الجانبي احمد من الباب الجانبي اوه عالي تمام تمام لا لا خليه يجي يقفز احمد اقفز تقدر اركض اي سيد اقدر اقفز يلا واتش لا 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 هذا يطير سيدي هذا ساحر اي هذا سبايدر مان بعيهم واو لك عوش القفزة الاسطورية وات ساخد تحية وقفز قوم نفسي والله اسطورة يا فقار بس انا يا فقار سيدي ليش ما انت تقفز وتعوفني اخسر لا حبيبي لا لا انظف الطيارة فقار هاي عملية باسمك يلا 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 هاي راح اقفز سيدي واحد سيدي راح ارجع من ورا هيك اسحب اقسام اوكي روح روح يم روح يم الطيار روح يم الطيار يلا واحد شباب حفزوني كتب رقم واحد حتى اقفز جاهز سيدي راح اقفز يلا ابني والله سيدي جاهز بس هذه فيها فوبيا يلا بابا شلون راح اجي ايدي ترجم فيها فوبيا من الاماكن العاليه سيدي شباب شجعوني غمض غمض تعال ركض غمض تعال ركض يلا هاي راح اغمض وجهي ركض لا جاي العب يوغا شباب انا جاي العب يوغا يلا يا رب لك يلا بابا تاخرنا واحد اثنين ثلاثة الله اكبر لا اها انا قلت قمز السيد الطيارة راح تلتف راح لا لا هاي قفزت سيد راح تهبط صار بسرعة يلا فقار فقار بس انا وياك صدق صدق تحكي تشاقي يلا هاي يا سيدي واحد اثنين ثلاثة الملازمة الفقار جاهز القفز سيدي
اقفل عاش لك عوش. واو حلو. بعضو لك جنود قافزين شايفهم بالبرشوت. وات قفزت بطيران. لا وكح هاني وكح. عاشيدك عاشيدك. من جوالي الى كافة القطاعات مع لمسة من النداء. وين مكان الالتقاء؟ عشرة هذا شايفنا. ان شاء الله ان شاء الله وصلت عشرة. وصلت سيدي. عندك بالخير نقطة خضراء سيدي. انا جاي اشوف جنود جاي يهبطون بالمظلة. شوف الدخان شوف الدخان. اي شفته شفت الدخان شفت الدخان. راح التحق بيكم. احنا هنا ان شاء الله ان شاء الله سيدي. يا الدخان لازم اوكي. يا الله والله سويتها وقفزت. اللي كل القوة متجمعين من الدخان. صحيح صحيح. بعدنا بالجو. ما شافك سيدي. هاي واحد وصل واحد وصل. ايه شايفكم شايفكم جوايا شايفكم جوايا. يا رب. شوف الغيوم كأنها الزون. تشلها ببجي مو؟ يا رب. اوه وصلت القاع. انا وصلت القاع. انت وينكم؟ لك عوش. لك عوش كفو. شلونكم؟ بطل بطل. ما يخوف والله وانسى يا اخي. لا يا ما يخوف غير خفت على روحي من الخوف. صدق شي؟ والله العظيم متخوف. لا ينزل وياك بعد. ملازم امجد بعده بالسماء. يا وات وين نزلت انا نزلت. ها شباب. امجد. ها شباب ننتظر ننتظر الليل ونتحرك مو؟ اي الحمد لله على سلامتكم شباب الحمد لله. الله يسلمك شباب. لايكات وصلوا 1500 لايك. يلا يلا شباب ننتظر الليل. يلا دربالكم القفز بالنجاح سيدي. دربالكم المنطقه المنطقه خطيره. نزعوا الباراشوتات نزعوها. صحيح صحيح. يا رب. على جانب الطريق على جانب الطريق انتشروا. وين مكان المطلوب؟ سيدي يمك مكتوب بالخارطة. ايه طالع لي طالع لي. انتظر الليل ونباشر بالحركة اوكي؟ تمام سيدي. تمام سيدي علم. شباب نحاول ان نلزم حي ماشي؟ باشر بالحركة. وين مكان تواجده هو؟ بالبيت؟ اعتقد سيدي. يا رب يا مسهل. اجى الليل شباب اجى الليل اوكي؟ تمام تمام سيد. تمام. اعتقد بهذا البيت بهاي الكمباوند هنا. متأكد؟ مقام متأكد؟ ما متأكد. شغلوا الليزرات شباب. ليزرات. باش الحركة. يا رب يا مسهل. المسافة المقدرة على الوصول 500 متر. غرفة العمليات مشتركة. اسمعك اسمعك على الوضع. باشرنا بالتحرك. سلمى تحاول توفينا بكل التفاصيل. تمام ان شاء الله ان شاء الله. انا اللي جاي لحظة. انه شخوص شخوص ماكو نداءات ماكو شيء. سيد انا موجود وياك. وهاي كل مره وكل مره وكل مره وكل مره. عندك ذاك ذاك البعيد اللي مشغل ناظور شنو قضيته؟ تعال 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 الزم ذيك الزاويه مصطفى انت والشباب الزموا هاي الزاويه. هاي الزم هاي الزاويه الزم هاي الزاويه بسرعه. سلم علي واضح. اي حركة اي شيء تبلغ ماشي؟ تمام سيدي فعلم. فقال بلغنا اي حركة تلقاها؟ ماكو حركة سيدي. تعال تحكوا تحكوا تحكوا. جاي كفر لك تحرك؟ تحركت
حاكت سيدي. وين انت؟ ما عندي رؤية لأنه ظلمة. محتاج فلاش لايت. من عنده فلاش لايت؟ أنا عندي فلاش لايت. تقدر تضوي لي هنا؟ علم. لا حتى نشوف الخارطة لأن ما طالعت لي ظلمة. سيدي ما قاعد هنا حاليا. حتى ما قاعد. تعال ضوي لي ضوي لي. لا خليك مضوي خليك مضوي ما شايف هالخريطة. اي. هو ورانا ضبط تدرون؟ يم 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 احداثيات يم احداثيات. ماشي اذا يمك هاي نباشر. باشر؟ تمام. يلا نباشر؟ يلا يلا باشر. المسافة المقدرة تقريبا 500 متر حنوصلها. بس ما نعرف اذا موجود احد. روح امن الجانب الايسر. تمام. اي امن امن الجانب الايسر. شباب دير بالكم المنطقة كلش خطرة كلش خطرة. سلام سيدي. خليك لي ورا كفو كفو خليك كفرنا اللي ورا. كفو يا ابطال. تمام لحد ما ادري غير على شيء. كلير امن. بس دير بالكم هاي ترى بيوت واشجار بين الاشجار. احتمال يكونون بين الاشجار اللي ورا ما نشوفهم. صحيح صحيح. فتح عيونك زين على الشوابيك على الابواب. ان شاء الله ان شاء الله. بس هذا مقدر تقريبا 300 متر و 30 متر. ان شاء الله ان شاء الله. يا ابطال شباب وصلنا للهدف ماشي؟ ماشي سيدي. عالم عالم عالم. سلاحك بيدك سلاحك بيدك هذا منو قدام سنايبر سلاحك بيدك. تمام انا برايي ندخل على هذه البيوت نفتشها. ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. بس تعرف ما عندهم علم انه احنا موجودين هنا. احنا المنطقة هذا منطقة هذا اي هاي فرصته عنصر المباغتة ها؟ اكيد. نحاول نذبح حي لو نرضي قتيل. حسب تعرفت جت من عميرنا ريدو حي. ريدو حي؟ ريدو حي قال. بس اذا حاول يواجه ويقاوم يعني ما عندنا غير انكتله اذا واجه انكتله لازم انكتله سيدي. اكيد بس ان شاء الله. مخلد. تمام استلم. بشوف الدجاجة قدامي. اتعامل وياها سيدي؟ شوف شوفها. لا لا لا. اتعامل وياها سيدي؟ لا تعمل لا لا. اتعامل وياها سيدي؟ لا تعمل لا لا. من جوالي لكافة القطعات على على مسمع من النداء عيني على دجاجة راح أحاول أضربها بطيسها ماشي سيدي؟ وين؟ بطيسها بطيسها سيدي بسرعة ملغوني أتعامل يا لو لا؟ لا تتعامل يا أخي. لا أتعامل. أتعامل لو لا سيدي؟ أتعامل. لا أتعامل. شو مطيزتنا الدجاجة شو نقضي ما تحترمنا؟ فقاع عوفة دفعنا يا أخي. يلا يلا هاي هاي يلا يلا عوفة قابل دجاجة مفخخة تتعامل وياها؟ طفلتك 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 طف اوه اسف 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 ما ادري كان فضحتنا فقاع كان فضحك شنو اسمتك اصلي؟ اي اصلي اسال خالتك عليه يا بيت شباب اثنين يكون برا واثنين على على بين البيوت واحد بس يكون وياك الليزر الليزر ما يشوفه بس ابو النايت فيجن حياتي اللي قلت انه طفوا الليزر بس النايت فيجن جاي يشوفونه يعني هسه اذا طفوا النايت فيجن باوع ما يطلع الليزر مالتنا ما يبين اسمحوا لهذا امي وسنايبر امي الاقلاع برضه نفتح هذا البيت جاهزين احنا توقف باشر ايش مصطفى جاهز جاهز هذا البيت افتح الباب ما اعرف بس انا بدي افتش تمام تمام افتح الباب تمام 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 جاهز جاهز يلا وفقا راح يفتح الباب الثاني امن امن ماكو شيء هنا نعم كلير تمام ما اعتقد اكو شيء هنا انا سيدي نفتش افضل استخدام الكواتم بالتعامل عندك كواتم اسلحي بيك كواتم
صوت سيارة؟ صدق؟ صوت سيارة إيه دراجة أو سيارة ذي ذي ذيك؟ صحيح بعيد 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 تحرك تحرك خفف الحركة خفف الحركة وين متجي هذا؟ ما معروف خارج المدينة أتوقع متجي خارج المدينة طيب خلنا نشوف الدرجة وين هلو تمام جاهز الحين خليكم برا تمام بلش ماك أحد هذا بيت عمك ليه راح داهم تمام سلمت آمن سلمت أمجد أمير طلع هذا البيت استلمت ماكشينا حرك آمن تمام آمن البيت كلهم فقير تعرف؟ ما أخذنا إله؟ هاي كلنا إله؟ كلهم ما أخذنا إله. تبارك مصطفى لا طب انتظر. جايك على كيف يا رب. يلا جاهز؟ افتحت. أكو شيء؟ وقعت. دير بالك. أسعد؟ أسعد ماك أحد آمن جاهز يا رب ماك أحد آمن حاول تقدمون على الهدف أوكي اعتقد لما حتحرك بهذا البيت المقابلنا على الساعة 12 دير بالك حرك هي. هذا سيدي البيت اللي قدامنا ايل عليه ليزر راح اشبك عليه حركة لما حتحرك بي دير بالكم شباب اهم شي حياتكم شباب ما نريد نخسر واحد من عندكم اوكي شباب حياتكم مهمة أركز مو تبش بعمي لا تبش بعمي فوت عليك يا زميلك وياك تراك واحد بالبيت يا رب تمام سيدي اتقدم حضر صح حياتي عبد الله هذا عامل ياض ما سلم نفسك عامل ياض شنو هذا وقف هذا لابس كسارات وقف وات جاي يسوون رجال ومرته ايش قد عيب اسفين حجي كمل لك شباب ماكو شيء ضرار غير تحط باب الله يطيح حظك دماغ سيس لا شو بقول لا تخاف يلا كمل حجي كمل قمزتني يلا كمل يلا حط لك سموك حتى يغطي لك ما شو بعد روح كمل درباكم تمام سيدي عدي رايح على باب مفتاح مال البيت هذا البيت دير بالك قدم قطع دير بالك جاهزين دير بالكم هذا البيت خطر اصطفوا راح نداهم تمام جاهزين يا الله يا مسهل يا رب عندي شاتك راح افتح الباب مصطفى كالعادة امير وقف لي من الشباك بس سلمت لطب وقف الباب الورا من يروح الباب الورا رايح صوت احجوا بدو اوكي يلا شباب يا رب يا مسهل جاهزين يا سيدي بالباب الخلفي طبيت انا من الباب الخلفي ماك أحد عليك كيف دارش لا باشر بالصوت عليك لا كلت متل جوا تمام
كفر 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 يلا. ها ماك احد ثواني صدق؟ اصبر اصبر مسلح 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 كان مسلح صحيح. وات هذا لابس لابس خوذه وات شنو هذا وات ابيض خبر ابيض خبر دباكم شباب ما مضبوط الشغل ها شغل بش كله رخيص صحيح شنو وضعي مفقار لقينا واحد ردينا قتيل تمام تمام والشغل رخيص جدا ننتقل للبيت اللي بعده؟ تمام تمام انا انتظركم بالخارج وات شلون فززني؟ لا هذا ينزل ما شايفني يعني ما يعرفون نروح تاكستان وسووها كل شيء غلط تحرك 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 شديحة جوا وقف مصطفى خذ الراديو مالته تمام خلنا نسمع نداءاته ثواني واخذه سيدي اخذت الراديو تمام تمام مشغله؟ شغل شغل تمام تمام خلنا نسمع لكن جاء اسمعني ولادي ابراهيم وات؟ لا تنسى هسه راح يجون عفوا باكر الصبح راح يجون الشباب ياخذون البضاعة من عندنا ماشي؟ خلي الحراسة قوية وعيونهم مفتحة زين تفهمني لو لا؟ هاي نداءات مالتهم؟ اي ما عندهم هاي اسمعني يمي ماشي؟ ان شاء الله خالص ان شاء الله خلي الولد يفتحون عينهم زين ما اريد نوم نهائيا ماشي شباب جاهزين للمداهمه جاهزين شوي شيء دموي هنا نريد راح نطب نطب له ولا مخلد يا تبغى تعطينا الاشاره بحذر بحذر طب بحذر فقاعد فكره فقاعد شنو أنا هذا البيت خايف من عنده. أعتقد الباب يعني فيه شيء. صحيح. أعتقد ملغوم الباب. باب ملغومة؟ إي خل نشيك أحسن. هذا الدرج نصعد من الدرج مو مشكلة. ثواني. جيت من الشباك؟ شكراً الآن على 20 ساعة ها؟ جيت تطب من الشباك؟ ثواني. بعد نحاول نفكك الباب؟ لا لا اضرب الباب طلقات من الحواف ها مو طق خليه يطق نرجع لي ورا واضربه ها زين بس خليني اشيك اشيك اكو عبول ولا لا شيك User joined your channel فقار يسمع صوت اكو سلك سلك بالباب صدق هذا الباب مفتوح من وراي صدق والله هذا مفتوح مفتوح بس دير بالك دير بالك باشر جاهز يلا يا رب تقدم انتبهوا ولاد ابراهيم ماشي انا راح انام شويه تقدم خلت تقدم 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 صار خالو الجماعه كلهم برا حاصيك انتبهوا ولادي انتبهوا اسمع نداءاتهم صحيح جوالي اخبارك امين واحد كفر الدرج انا حصعد تمام كفرك ما عندي غير هذا الشيء ما عندي غير هذا الشيء تمام كلير امين 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 دير بالك شو الحوش اللي برا كلير كلير اوكي اخذ طابق جاهز جاهز صعد يسمع صوت مشي برا اتوقع شافنا طلع شنو ما اعرف يمكن شاكين بنا احتمال سمع صوت طلقات لا بس النداء شباك مفتوح شويه اوقف ذاك شنو ذاك وات هذا شنو وين ها هاي معزه معزه طلي طلي ما اعرف هذا التداوي ها انا يمك ثواني شو طلعت برا بسرعه ايش يبغى التداوي عبالي انت شلونك
نظيف نظيف. طلي والله هاي ايش يسمونه؟ جوت معزه. وين هو؟ وين صار؟ ما اعرف. لك هاي البيوت صايره هيك مش شابكه، ولا جاي اشوف حركه، لا جاي نشوف شيء. ها؟ صار الوضع ممل، والزمايل ما يستلمون. صحيح سيدي. سنايبر اتجه 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 هناك، اوكي؟ سنايبر قنادر يسمعني هو لو لا؟ ما اعتقد سيدي. مخلد لازم مخلد. سنايبر موجود؟ سنايبر موجود لو لا؟ عالي واضح عالي واضح. اتجه هناك اتجه اتجه على صوب الاخ، ماشي بارد هناك ذولك زباين. علم علم بسرعه بسرعه بسرعه. وين بكانه مخلد؟ بكانه هو وين؟ شخص متش علينا. وين 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 وين؟ 350 متر لي قدام. من يا اتجاه جاي؟ شو يطير؟ وراك امير وراك امير على الساعه 12. على الساعه 12؟ ما اعرف انت وين واقف، انا قدام على الساعه 12. وين 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 وين؟ خلفك مقدم سنان، خلفك مقدم سنان، خلفك. ما شايفنا ما شايفنا ما شايفنا، ظلمه 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 باعوا، ما شايفنا ما شايفنا. نام 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 نام. بطح لا حد قلت له، لا حد قلت له، ترى الصوت اللي اسلحتنا يطلع. تمام تمام. تعمل ياه؟ خليه يروح. يروح؟ خليه يروح شوي نتعامل وياه. انا الامير مالتهم اكيد ما دام حرسنا هاي. اكيد اكيد. راقبه وين يروح؟ راقبه وين يروح؟ صوتك جد صوتك. دير بالك دير بالك تطلع من الصوت شباب. تمام سيدي. الجهه تبعه. اثنين 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 صاروا. عليك من واحد عليك من واحد صح. ابو كميله ابو كميله. اني اسمعك ماذا تريد ابا القعقاع؟ ما شنو هاي العمليه السمع تريد تسويها؟ وما شانك انت؟ الم تخبرني شنو وما شاني انا؟ المواد جاهزه بس شنو العمليه وين تريد تسويها انت؟ ابو القعقاع ان هذا امر سري، ما عليك الا ان تدبر لي المواد. ينقض عليهم؟ المواد موجوده وحاضره بس فهمني العمليه مالتك. هنشوف. عندما تأتي إلى الموقع سأشرح لك العملية بشكل كامل. طفي النادوج ما يدري. طبوا للبيت مو طبوا للبيت؟ طبوا للبيت إي. هاي فرصتنا نحاصرهم. فرصتنا إي فرصتنا. تعال شوف المواد هنا تعال. وات كان المواد بالبيت وإحنا مثل الثولان ولا شفناها. هاي طبوا للبيت جاي تبون. معقولة حاشيها بطيس هاي المعزة؟ الطيب. ثواني خلينا نشوف. ابو كميله ماذا تريد؟ اصعد تعال 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 انت شوفك المواد تعال. ما تريد تشوف المواد؟ اصعد الى الاعلى ابو القعقاع. شكرا على الشيء ماشي راح اصعد. ها فرصتنا ها فرصتنا فرصتنا اي نحاصر البيت؟ حاصروا حاصروا من الصفحه الاخ حاصروا من الصفحه الاخ. وات شغلوا جلوبات شغلوا جلوبات وقف وقف شغلوا جلوبات جا شغلوا جلوبات البيت. راح ارجع راح ارجع راح ارجع شغل راح شغل الاناره دير بالك راح ارجع يلا يلا. اوه شغل دير بالكم دير بالكم من الفضح شغلوا الاناره مال البيت. رجع 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 جا شغلوها. شنو الخطه يا اخي؟ وقف لي ما اعرف طوب نحاصر البيت ونطلب منك سلم نفسه. انا هاي الخطه افضل. ها اي هاي احسن هاي احسن شيء. حياتي اللان اللان العراقي يا عمري في دول قلبك. يلا جاهز انا شغل النار مال البيت كله. انا جاهز. خلينا نخلي حاصر المكان من الجهه الثانيه. حاصر الباب حاصر الباب انا منها من المقدمه. جاهزين؟ جاهزين جاهزين هاي بالخلف بالخلف انا إن هذه العملية هي عملية مهمة جدا. سنقوم باختراق حصونهم. ماشي.
مقابلة. جاهز بكل المواد. هيا أنا قدامك. سيتحدث غدا الإعلام كله عن هذه العملية. يا سلام. هو سنصبح حديث الساعة. ماشي. سنصبح بالولاية يا إخوة. جاهزين. فوق. ماشي يا مولانا. اهانونا مرارا وتكرارا. من جاهز مكافحة الارهاب سلم نفسك. الفرقة الذهبية هنا. سلم نفسك. البكان محاصر. ارجع ما نستسلم ارجع. سلم نفسك. ارجع. سلم نفسك. الفرقة الذهبية هنا مسيطرة على البكان 100%. ما لك بكان اي خروج او هروب. سلم نفسك. ما نستسلم. راح نرديك قتيل ابو كميلة. مو من مصلحتك مخلد الزام النداء. اني لن اسلم طبعا. نفسي. سلم نفسك. شوف المكان محاصر. حافظ على حياتك ولا سوي حركة غبية لانها نرديك قتيل. إن عواني في المنطقة عندما يسمعون إطلاق النار سيأتون وهم يهرعون إلى هذا المكان. ماذا مشكلة سالم ودس عليهم؟ أنت لا تعلم ما هو عددهم وما هو تسليحهم. سلم نفسك. واحد مية واحد مية ترى. سلم نفسك سلم نفسك سلم نفسك. ما يفيدك هذا الرمي جاي ترمي ما نستسلم. مقاقا أسمعك أبو كميلة. سلم نفسك. ماكو ايمن ماكو ايمن البكان محاصر. لا تستسلم. سلم نفسك. سلم نفسك لا لزك بالقاع. ماشي 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 راح استسلم انا راح استسلم. ماشي راح استسلم راح استسلم. سلم نفسك. انزل على كيف. انزل عليك انزل عليك اسلاحك ورا ظهرك. ماشي ماشي. اسلاحك ورا ظهرك. اسلاحك ورا ظهرك. اسلاحك ورا ظهرك. ارفع ايدك 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 ارفع ايدك. ايدك فوق راسك. ايدك فوق راسك. ايه وتقدم لنا بهدوء. ايدك فوق راسك. وهي حركه غبيه تعرض نفسك للخطر. ارفع ايدك وتقدم. ما عنده مو تقدم الهدوء. تعال تعال انزل انزل على كيف انزل على كيف. ماشي 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 ماشي. انزل على كيف انزل على كيف انزل على كيف. انزل ليش انزل لك انزل انزل حرك 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 حرك. مثلكم حضارات تخافون من عندنا مو احنا نخاف من عندكم. حركوا تحركوا 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 تحركوا. خسئتم وخسئ امام شاكم. تحرك تحرك يلا تحرك انزل 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 انزل. فجرنا سيصبح. اي لا انزل ادوس راسك يلا. والله فجر ساجدع بيض يصدح وفجركم ما يصدح. يلا انزل. اننا لا نخاف منكم. والله ما نخاف منكم والله. انت شنو انت امير نمير منير انت شنو قضيتك انت؟ امير هذه المنطقة. امير هاي المنطقة مو؟ نعم. سمير هاي المنطقة. وانا من اذللت جنودكم تحت قدمي. تحت شنو؟ قدمي. ما تكتب احسن لك؟ شباب شو نسوي لو كتبوا لنا؟ نعدمهم؟ ايش قلت؟ نعدمهم هسه نكومهم هنا؟ هل انت بهذه الجرأة لترفع سلاحا بوجهي؟ ارفع سلاح بوجهك. انظروا الى هذا الزمان. جوال. فقار حييني يا عمري. كيف اصبحنا في القاع؟ جوال خلف اكبر جوال. مين الضربة حدد؟ هذا برجله. لا من قدامنا من... ها اي لا شباب عم الكبر عم الكبر. هاتي ولا بقول شباب كفروا كفروا. احتمال نادوا على جماعتهم. صدقني جوال خلف اكبر جوال. باوع باوع صدقني. اسمعني سيادة المقدم اسمعك. خلاص نشيلهم بعد خلاص. زين دقيقة دقيقة قبل أستاذ. ولا كلمة لك؟ زين حقك لك؟ فقاع خلا أمي فقاع. أمن المنطقة أمن المنطقة أمن المنطقة يا ولد. جوال خلا أمي جوال. اتصل على الصقر بسرعة خليه يجينا الصقر يجينا بسرعة. إنك لا تعلم ما هو مخفي لكم بالخفاء. اوقف اوقف هذا هذا شنو هذا قضيته هذا شنو قضيته هذا من هذا ماما هو شأنك؟ هذا ببو انه مساعدي. هذا ببو؟ نعم انه مساعدي. دير بالك تكتبه. يلا يلا ها هي حتى حتى يصير فراغ هناك. اوكي لقد ارتقى الى العمياء. هذا شنو هذا الثاني؟ ان هذا هو مساعدي ابو القعقاع. بقيت وحدك اشكيت موسم تفضل لكم.
ها شو احسن؟ احكي احكي والله يلا احكي احكي لو لا راح تسمعنا صوتك احكي تعترف لو لا معنى ماذا تريد ان اعترف؟ عن كل شيء على قتلي لكم ولجنودكم على العمليات التي تقوم بها تعترف لو لا يوني امجد امجد ابو خليت مصطفى حاتشو سووا يعني خطوا لي مجال صار كلك تعترف مجال كلك ما جاي يقبل يحكي لانه الواحد يصفق مصارينه 15 آلية لكم يكوى بودي من عند الدمع هذا بس حاتشي فارغ من عندك يكوى بودي فارغ كل شيء من يطلع من عندك وانت لو في خير يحكي لو في خير سوي هسه يلا تحكي لا مدينة بلاعي مدينة وطلع انت تتكلم وتعمل نفسك ذكرا علي انك تحمل سلاحا بوجهي بوجهي اسمعك علي واضح لزمنا ابو البراء وحاليا منتظرين الطيران يجي نقل لنا ارسم صوره موقعك بارك الله على النقطه المحدده ان شاء الله سيدي ان شاء الله اطلاق شلون اطلقت؟ اتاكدوا شنو جماعتنا؟ خلي يسحبون لك خلي يسحبون جماعتك! انهم لا يطعون اوامري. ان هدفهم تحرك 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 داروشي 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 اتحرك 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 لقدام اتحرك. اطلاق 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 علينا اطلاق علينا اطلاق علينا هرب 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 توقف 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 نعم 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 كمين 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 سيدي كمين هرب 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 وين بقيت القوة وين بقيت القوة شباب شورت لكم دخانية سحبوا سحبوا علي سحبوا علي حصلنا من كل مكان تداوي شو سوي شو سوي يا أخي ارجع على البيت ارجع الحصان الحصان ارجع على البيت رجع على البيت الحصان يلا يلا وياك وياك احتمي 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 البيت احتمي البيت طب 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 حصان الشباب حصاننا بقينا بس ثلاثه معقوله سد الباب سد الباب طب طب طب, طب. بقينا بس اربعه بس اربعه بقينا ماشي سنايبر بس اربعه بقينا جوا البيت الوضع كلش خطر كل واحد يزمزاوي كل واحد يزمزاوي حصاننا ترى الله تسمعون رمي؟ اسمع اسمع منو بقى وياي؟ منو دخل البيت؟ انا انا موجود 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 فوق انا امجد ومصطفى؟ صحيح صحيح ويونس مو؟ لا سنان المشكلة هذه نارا ما جهت خليني اشوفهم وانا عندي نايت فيجن اصعد 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 وين الطيران؟ وين الطيران؟ ايه هيك احسن صمدوا صمدوا شباب ادخر بالاطلاق ادخر ادخر اوه هاي منو استشهد امجد امجد تعال مصطفى امجد الضرب توقفوا يا اخوه حاصرونا حاصرونا امجد تسمعني حاصروا المنزل جيدا امرك مطاع شنو هذا ما يموت هناك مواجهة عنيفة يا مولاي وقعته وقعته هذا وقعته وقعته السحب 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 نام 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 مستحيل راح نقدر نواجههم بهاي الطريقة مستحيل شباب الدخر شباب باعوا هم لعبتهم يريدون يخلصون نخلص طلق ويطبون علينا فهمتوا؟ صحيح صحيح لا ترمي اذا ما تشوفه بعينك يتقرب ذاك واحد ذاك واحد وقعته 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 ذاك 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 ثاني ذاك ثاني عاش فقار عاش فقار جارك 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 بين عشب حاول حاول تعال حاول تعال في افتكال في افتكال عجل 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 بديت اخلص طلق هذا اخر شاجور هذا اخر شاجور لي وقعت واحد وقعت واحد وصل الطيران وصل الطيران شو بالله دخانية شو بالله دخانية جاني شو بالله ترى خلصنا خلصنا عتاد جابون عليه صعب جدا صعب جدا بالهبوط علينا اطلاق كبير حاول
حاول تقترب حاول تقترب. كيف حركته؟ بحاول اضربه ضربه الانشر ماشي؟ يا رب. ضربت الانشر؟ ما توصل. اسمعك علي واضح بدا الاشاره. حاول تهبط لي ولا حاول تهبط لازم ننسحب خلصنا خلصنا عتاد. اوو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 و
سيد راح نسحب لي ورا شباب شباب خلينا نسحب خلينا نسحب عندك دخانيات تشمر هنا ونسحب شمار شمار سموك يلا يلا عاد السحب السحب يا رب انا ركضت 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 سحبت لي ورا سحبوا وياي سحبوا وياي وياك وياك جوال جاي شوف الطيران جاي شوف الطيران لازم نوصل للطيران بسرعه شباب سقط تسمعني سقط واحد اطبق اطبق على الوضع عليه اطبق اطبق كبير بسرعه 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 وين 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 البقيه خلي يسحبون علي اعطيني اربع شهداء يا سيدي اعطيني اربع شهداء اكثر الطياره الصواب اوه عليك اطلاق كثيف جاي اشوف عليك اطلاق كثيف ضربوها ضربوها الطياره ضربوها سقى واحد جبالك اوه حرقوه كنا سقى واحد جوال لا من العمليات من عمليات الجوال صابت صقل واحد صقل واحد الصواب وقع بقينا وحدنا شباب شو تسوي يا اخي لازم نروح طيران جوال يا طيران شباب هربوا ركضوا 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 يا ربي لا اله الا الله اصعب موقف تعرضت له بحياتي شباب وصلنا 2000 لايك من عمليات الجوال شنو وضع يمك الوضع حاليا اكو امان نسبي وقفه واطلاق نار انسحبنا من البيت التهوا بالصقر واحنا انسحبنا بس اعتقد تقريبا عندنا 7 شهداء ويا الطيارين تقريبا 10 شهداء طعنا الله يرحمهم يا رب العمليه فشلت شباب نعتذر سيدي حاول تحافظ على هادك حاول تحافظ على هادك ووصل الى منطقة تكتيك سقط راح نحاول نوصل لمنطقة بيها مدنيين او شيء نستعين بالمدنيين ونسحب من المدينة جماعتهم جوا يفجرون حقوا الدنيا شوف لي قدام بكتك ومدنيين تمام حاول اشوف لك من هذا رمي ورا رمي ورا رمي ورا سلاحك ورا ظهرك اركض سلاحك ورا ظهرك اركض لا ترمي لا ترد لا ترد بالمثل لا ترد بالمثل ما يدلونه ما يدلونه ما يدلونه جاي المنقص جاي المنقص فاهم علي؟ صحيح صحيح هذا واحد هنا من هذا؟ هذا ويانا ويانا وات عايش عندنا جنود عايشين تحرك 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 لا ترمي سيارة 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 لهم هيا ارموا عليهم ارمي عليك قتلت 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 خلصت شباب خلصت طلق خلصت طلق طينا شهيد استشهد ليش يرمي ليش يرمي لا حول ولا قوة الا بالله ناخذ السيارة مالتهم لمجة هذا شنو هذا مات لا شنو هذا شنو قضيته تعال 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 اصعد 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 وقف ذاك ذاك ابو تركتر ابو تركتر اها تكفي لا ما اعتقد كفي ما اعتقد كفي نزل 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 هيل هيل البقيه ونزل انزل انزل هذا ابو تركتر نحاول نوقفه يساعدنا ها السلام عليكم. باع
راح هو مو قلت لك اذكياء زوسي بحيث يحط كاركتر عادي حاجة تسمعني تخرس في بس واحد ايه ما غبي يعني ما يعرف شيء وبعدين ايش راح يصير ما يعرف. وعليكم السلام. لا انت شنو شبيك هذا انت مخبل اقول لك. وعليكم السلام حبيبي مين نطلع لل شنو تريد شنو اريد اقول لك الدنيا محترقة عشان رمي وهاي الفرقة الذهبية قدامك اريد سيارة تنقلنا من هذا المكان حاج شبيك مو عيب تشترها زبوتشي شنو القضية تريد تطلع لين استلم اريد نطلع من المنطقة اريد سيارة اريد نطلع حجي انت شبيك حجي لا تخبلني تعال احكي وياه ها شكرا شوخط يا معود هذا شوخط تماطة من السوق شوف صديقي تاخذ الشارع الشمالي بتضلك طالع على طول تروح يمين تطلع الشارع رايح شوخط هذا شوخط شكله سمعة ثقيل شنو تريد شادي يا فلافل حجي حجي فلافل من السوق فلافل تريد بطاطا بندوره فول عفو هذا شاخط مشونه هذا شاخط مشونه خلينا نركض عفو هذا شاخط قلي اشتريت الدنيا مستعله يا يما رامي وقلي اشتريت وصلنا 2000 لايك شباب نقدر لو لا شو اسوي تسمعني اسمعك والله وقت اي والله وقت خربنا قمنا نركض بالشارع شن... اي والله متونسين هذا وهذا كنا بالطيارة متونسين والدنيا مشتعلة عندنا ها اي والله صح ها شنو هالصوت شنو تكافع عاد وعلا مشلوع قلبنا احنا جاي نركض وتلحو جدي له يا اخي اقول لك فوق الخيبه قواتنا كلها استشهدت شو اسوي تريدني ابتشي يعني هاي شو نسوي هاي قل ايش اسوي خلينا على الشارع بكت السياره يلا نبقى على الشارع شو نتامل اي نتامل بكت السياره تجي تعبرنا تدرون هاي المنطقه كلها مسيطره عليها الارهابيين اهو شلون شغله هاي ننتظر للصبح يلا تعالوا خلينا ننتظر للصبح فقار ها اسمعني خلي واحد يقعد على الشارع وتقتلوا راح اقعد نص الشارع انا قاعد هنا وين انت هسه يجي واحد يدوسك ما سياره اي والله هاي مدنيه لو عسكريه مدنيه قوموا توقف 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 ترجل ترجل سيارة ترجل ارفع ايدك تشيع عودك ابو كميدة تساعدني تسمعني جاي احكي روحه ما جاي اسمعه جاي احكي روحه وقعد قاعد يعمل فقاق امشي روح دول العالم صعد 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 من عمليات الجواك تسمعني اسمعك على واضح صعد بيكم بيضة سلبناها من احد المواطنين فقرتين متوجينك جواك تمام راح نصير على تلة وبساح علي وراح نشمر لك هذا المدني اي وكم يبقى علي احنا بيكم هسه جاي نقطع بالاشارة جاي نقطع هذا شارع تمام جاي قطع باللايت جاي شوفني عندك رؤية علي عندك رؤية علي تمام راح نتوقف لك على التلة
فخاف ادعي وياي بكتس يا صبوح. شباب وصلونا 2000 لايك، وصلونا نقدر والله نقدر لو كل واحد يسوي لايك. اها اذا وصلتونا 2000 لايك يا صبوح والله ما اعرف عطلت. يلا نزلوا 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 نزل.